عدد من المفاجآت والأحداث غير المسبوقة شهدتها ليلة 13 من إبريل، فكما كانت هذه المسيرات والصواريخ في سماء إسرائيل الأولى التي تطلق من إيران نحو إسرائيل، كان هناك إعلان أمريكي عن الاستخدام الأول لصاروخ SM-3 القتالية لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية. ما بين 4 و7 صواريخ SM-3 انطلقت من السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية في البحر المتوسط لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية. صواريخ SM-3 تستخدم على متن السفن وتستطيع اعتراض الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى، ولديها أيضا القدرة على استهداف الأقمار الاصطناعية القريبة من مدار الأرض. في أكتوبر 2018 أجريت تجربة اعتراض صاروخ بالستي متوسط المدى وتكللت بالنجاح. تم اعتماد صاروخ SM-3 كجزء من منظومة إيجس البحرية الدفاعية للصواريخ البالستية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ولاقت اعتراضا شديدا من قبل روسيا ضد نشرها في دول مثل بولندا عام 2009.